الدين ده اساس السياسه، فحضرتك وعشان كده جاي انا طالع تلزمني اتكلم، عشان كده انا طالع فطلع اتكلم ان الكلام ده ما انت ينفعش. مش واخد حريتك في الدول العلمانيه فجاي تتكلم على الدول الاسلاميه؟ يعني انت انا مش ايه اشكاليتك مع الدول الاسلاميه؟ خلاص يا سيدي ما تروح تقعد في المكان اللي يتفق مع فكرك ويتفق مع منهجك ومريحك. يعني انت الموضوع جاي فردي، في يعني الموضوع فردي. لا مش فردي، معلش لو لسه كان في اخ من شويه او استاذ مش فاكره اسمه ايه قال لك ينفع تيجي في داري وتقعد تقول لي لا والله النظام ده انا مش الدكتور جاي ده في ما دارك، ينفعش. انا طالع على بلاتفورم يا نور، طالع على بلاتفورم اتكلم، واللي عايز يخش يسمع يسمع، اهلا وسهلا. ما بقصبش حد ان هو يسمع، زي ما الحكومه عندنا بتغصب الناس في التلفزيونات 24 ساعه ان هم يقعدوا يسمعوا حاجات انا شايف انها خرافات. استاذ احمد انت فاهم انك بتخاطب المسلمين وانت عارف ده ومفيش داعي ان ده يتقال صراحه، انت بتخاطب فئه او بتقول فكرك، وفي وسط ما انت بتقول الفكر بتاعك بتخاطب دايما على القران وعلى سيدنا محمد، ودي مش ادله وبص مش عارف ايه، وانا مش طب وايه عارفه المشكلة؟ طريقتك، انا عارفاك من كام سنه. طب وايه المشكلة؟ ايه المشكلة يعني؟ طيب ايه المشكله؟ انت جاي تتكلم على معتقدي ليه؟ انا معتقدي بيقول 1 2 3 4، اتكلم بقى على معتقدك انت. يعني انت ايه الفكره الهدامه اللي عندكم؟ يعني انتوا مثلا ما عندكوش معتقد او ما عندكوش بناء كامل وعندكم يعني علامات استفهامات كتير فمش لاقيين حل ليها، فانتوا بتعملوا حاجه اسمها هدميه، اسمها بناء هدمي تهدموا في الاسلام. طب انت يا فندم ايه عندك؟ ايه عندك البناء؟ لا ما عنديش. هو انا معنى ان انا مش عارف ان انا ما تقولش طالما مش عارف واللي قدامك عارف على الاقل دي عقيدته، ما ينفعش ان انت تكلمه على الحاجه اللي انت ما تعرفهاش، وده يحصل اسقاط في هذا الامر. يعني انا مش عارف والله مين انا. تمام انا بحترم جدا جدا انك بتقول ودايما بتصرح بيها من زمان اني والله انا مش عارف ايه السبب الاول، انا مؤمن بده بس مش عارف، بحترم ده جدا. لكن ينفع ان انت اللي مش عارف يعني عندك نقص في الاجابه تكلم شخص حتى لو هو غلط، حتى لو هو غلط ان هو عنده الاجابه كامله حتى لو الاجابه دي غلط؟ ايوه طبعا، ده هيرجعنا للنقطه الاولانيه، ما ده اللي انا عمال بقوله لك من البدايه، ان هو طبعا يعني انا انت شايف عايز ان تخليه ما اللي انت يعرفش بتقوله ده، زيك؟ اللي انت بتقوله ده اكيد غلط. تعالى انا وانت ندور على الصح ايه، انما انت تقول حاجه غلط وتتوهم امتلاك المعرفه، وتوهم امتلاك المعرفه هو اشد من الجهل، ان هو محاربه للعلم انا بالجهل. حر، انا اسلامي بيقول لي حره؟ كده، ما انت احنا جاي البلد اتخربت، حره عندك في البيت او في الجامع، مش في المؤسسات الدوله، ولا في الاسواق، ولا في الشوارع، ولا في المدارس، ولا في الاعلام، ولا في اي بالعكس يا حاجه. فندم، مؤسسات الدولة والاعلام بيخدموا الافكار بتاعتك، واحنا وانا وانت بتاعت عارفين انا كده كويس جدا. بتاعت اي حد لا دين، بتاعت اي حد مش مؤمن. هي هو كلامك بقى كلام بصراحة، هي الدولة والاعلام بيخدموا الناس المسلمة او الناس المؤمنة؟ انت ده كده حوار لا ما بيزنطي، انت لا لا ده مش كده بيزنطي كده والله، هيدخلنا في حوار، انت يعني هل الدولة، احنا لا عندنا الدولة الإسلامية. انت فاهم وانا فاهمة واللي قاعدين فاهمين ان الدول العربية ما بتخدمش الناس المسلمة. اي نعم هي دولة عربية ومسلمة كده عنوان لطيف كده، لكن احنا بنطبق العلمانية بكل حذافيرها الا بس في الاحوال الشخصية. فما فيش داعي انك تهيئ للناس وتصور لهم ان الدول العربية او الاسلامية خربت الدنيا عشان بتطبق. لا يا فندم، الدول العربية خربانة عشان ما بتطبقش. عشان ما طبقت دي الاسلام. يعني نتيجة عكسية خالص، نتيجة معلش أنا آسفة، قاعدة فاسدة. أيوة الدول العربية خربانة عشان ما بتطبقش الإسلام، معلش مع احترامي يعني. هو إحنا لو الدول المسلمة بتطبق إسلامها والدول الغربية زي ما هي بتطبق إلحادها ولا روبتها، كنا إحنا هيبقى حصل فينا كده؟ كنا لا إحنا كنا هنفضل هنستعين طبعا ألاقي بالدول مثلا الاسلاميه. روم لطيفة قوي بتتكلم عن المثليين وطالعين جدا يتكلموا بكل بجاحة وجايين يتكلموا على اللواط والبتاع، إيه ما ده؟ تخشيش لا ما عندهم، كنتش هلاقي ما كده. تخشش عندهم ليه؟ لا انا بقول لك اهو، انا دي قاعده مسلمه، ما تدخلوش انتوا عندي ما تكلمونيش انا، ما انا ما دخلتش تجيبوش عندك يا المسلمين نور. تكلموهم. انت هتقعد اكلم على العام تكلمني على الفرد، اكلمك على الفرد تكلمني على العام. طب انا خلصت مداخلتي عشان ما اجادلش معاك، عشان الناس اللي عايزه تتكلم تفضل تتكلم. طيب شكرا يا يوسف. وطبعا طيب شكرا ان انت صدرا ممكن اعلق؟ عايز لا اعلق يا دكتور اسامه، خلي لا انا بدي اعلق تعليق لان هي جابت سيرتنا. طيب مثل ما انا ما قاطعتك بتمنى انك ما تقاطعيني. انا كنت بدي اعلق لما الاخت قالت انه انا تناقشت مع هذول قبل وسكتوني او نزلوني او كذا، وسعيد جدا ان تتخلص لانه اعطت الفكره اللي انا كنت بدي احكي فيها. الاخت المحاربه العثمانيه دخلت لعنا على الروم وكنا عم نحكي بموضوع الاخلاق، فكنا عم نحكي عن موضوع الايفولوشنري سايكولوجي كيف تطور الاخلاق وكذا، فطلعت وعم تعطي مداخلتها. طبعا موضوع انه ندخل ونصير نحكي بشغلات ثانيه مثل ما صار هلا لنضيع الوقت، هذا توجه انا سامعه بالروم الثاني انه تروحوا شوشون، ومع ذلك مشينا بالكلام. وهي عم تناقش وعم نحكي بالادله، انا دخلت على البايو تبعيتها ولقيتها كاتبه انه هي سايكولوجيست. ولما كنت عم تناقش معها قالت لي انا معي دكتوراه بالسايكولوجي، قلت لها ممتاز معناته بنحكي بقصص علميه كثير حلو هذا الكلام، نحن اساسا عم نحكي عن الايفولوشنري سايكولوجي. فانا حكيها بمواضيع علميه وهي تقول لي عقيدتي وغير عقيدتي، قلت لها الاخلاق اصلا كذا كذا،
فالاخلاق لا لا اسس، قلت الاخلاق موجوده عند الحيوانات. قال لي طبعا، قال لي طبعا الحيوانات يسبحون الله، كلهم يسبح الله. قلت له نحن عم نحكي علم. قال لي عقيدتي انتم تهدامون، انتم مدمرون، انتم كذا انتم كذا. المداخله كانت 3 دقائق، اخذت نصف ساعه. بعد ما خلصت، نحن معروف عن الركاب بكسر مداخلته بينزل على تحت، نزل على تحت. فبالنسبه الى طلعت قالت لنا انتم مخربون، انتم هدامون، انتم ممولون، وحكت على المركزه وما اخذت شيء. اخر شيء طلعنا نحن مثل ما حكيت هلا، نحط طلعناها. اهلا وسهلا فيك يا عزيزتي، بس الفكره وين؟ استاذ حسن، عيب لما تكذب على فكره وانا موجوده. عيب لما تكذب وانا موجوده. انا ما قلتش خالص ممولين، ولا قلت كلام انت قلته على فكره. انا حكيت لما تكذبش على لساني من فضلك، ما تكذبش على لساني. لو سمحتي خلينا نحترم بعض شويه، اوكي؟ يعني لا ما تكذبش على انت لا حضرتك اللي تحترم ان انا موجوده وتكذب وانا موجوده. يا جماعه طب ليه يعني يعني سمع. خلاص يا جماعه، الامور الشخصيه دي ايه، ايه علاقتها بالموضوع؟ لا انا ما شخصنت يا احمد، انا حكيت قدامك. عزيزتي انا حكيت امامك، ما منطرتك حتى تروحي وبعدين حكيت. انت اللي طبعا انت نزلتوني على فكره، ما حد انت نزلتوني، بس ما علينا. عفوا عفوا يا اختي، انا حكيت مثل قبل ما تحكي انت، نحن بخلص المداخله نحب ننزله على تحت، تمام؟ فالموضوع هذا التشويش وموضوع كذا. اول شيء انت فايتي على الروم، لون بعد انك تحطي ميوت لو سمحتي، لو سمحتي حطي المي. ايوه شكرا. اختي العزيزه، انت فايتي على الروم تبعيت احمد، يعني انت عم تفوتي لعنده متقلي له ما تحكي عنا. اول شيء البلاتفورم ما عندكم، تمام؟ ثانيا انت عم تفوتي لعنده ببساطه الروم اللي انت ما فيكي مايك حبيتيها. مو بس فيكي تفوتي عليها، فيكي تسحبيها هيك وتعملي هند بكل بساطة. فيك تنشر أفكارك وفيك تحكي بدك إياه، وهذا حقك الطبيعي. ولكن بتمنى منك لما تكون تناقش علميا ما تقلي لي عقيدتي مع عقيدتي، بدك تناقش عقائديا هذا شيء ثاني. وأهلا سهلا فيك بأي وقت، أوكي؟ تعملي مداخلتك عنا، بتاخدي حقك، وبس تخلصي بتنزلي مثلك مثل أي واحد ثاني. وأهلا وسهلا فيك، وبتمنى بلا هالاتهامات الغير صحيحة، ويعطيك العافية. شكرا لك. ممكن أعلم؟ علق وسرعة بس يا عم وفاء. لا لأنه موضوع مهم اللي قالته، يعني لو بسرعة ممكن. أوكي، لأنه يجب أرد. أولا قالت أنا كنت بسجل وراها، قالت ليش أنتم تهدموا وكذا. طبيعيا يعني أي إنسان يريد أن يغرس أفكارا وأخلاقا حميدة فعليه أن يدمر ويهدم الأخلاق السيئة التي كانت مسبوقة لكي تستبدل مكانها أو توضع مكانها الأخلاق الجيدة. هذا أمر طبيعي. مثلا أنا الآن لو رأيت مثلا منزل يعني بناؤه سيء وغير مبني بطريقة جيدة، يجب أن أهدمه بعد ذلك أبني، يعني مثل ما نقول نحن بالجزائري نبني أصحيح، يعني أبني على قاعدة جيدة. بالنسبة للبديل، نحن نبحث عن البديل وندعي أن هناك بديل، ولكن لنفرض أنه ليس هناك بديل، لنفرض أنه ليس هناك بديل، يعني هذا لا يعني بأنك على صواب. مثلا انا الان لو التقيت بشخص مثلا حاول ان يحل معضله رياضيه وبين له الخطا، مثلا انه مثلا في انتقاله رياضيه مثلا عمل 1+1 تساوي مليون مثلا، اقول له في طرحك في اجابتك هناك خطا، انك وضعت 1+1 تساوي مليون، ولكن انا الان مثلا ما عندي اجابه. يعني البلي يعني لا يشترط ان يكون هناك بديلا لكي اثبت خطا يعني مساله ما او قضيه ما. هذه النقطه الاولى. ولكن مع ذلك نحن لدينا بديل. انا لا احتاج الى ان يقول لي مثلا يجب ان تطيع ابوك او ان تطيع اباك، عفوا. انا ما احتاج الى ان يقول لي مثلا ان العدل حسن. انا ما احتاج الى ان يقول لي مثلا اغتصاب الفتيات الصغيرات امر سيء. هذه أمور موجودة فينا، نحن لدينا العقل. أنتم تقولون يعني أنها يعني فطرة، ونحن نقول أنها من أسباب التطور أو من نتائج التطور. ثاني شيء، أنت تقول لما تعمل سلاسل، مثلا قلت للأستاذ أحمد لما تقوم بإجراء سلاسل وتدعو فيها الناس يعني إلى ترك هذا الدين أو هكذا. أنا لا أتكلم عن لساني، ولكن أتكلم عن نفسي. نحن نقوم بهذا، نحن ندعو الناس إلى هذا المعتقد لأننا نعتقد أن ما لديكم قبح وأن ما لديكم سيء، ونحن نعتقد أن ما لدينا هو الحق وهو الخير وهو الحسن. ولما نحن نناقش هذه الأشياء؟ لأنكم أنتم تكذبون على الناس وتدعونهم إلى هذه الأشياء القبيحة من قتل مرتد ويعني جهاد الناس ما يسمى بجهاد الطلب، وتسمحون بالبيدوفيليا ما يسمى مثلا بزواج الصغيرات وهكذا. نحن يجب انطلاقا أولا أنتم تقومون بهذا عن طريق خداعهم أو عن طريق خداعهم أو اعتمادا على خداعهم بما يسمى الإعجاز العلمي والإعجاز اللغوي والإعجاز التاريخي. فنحن نبين أنه ليس
هناك إعجاز علمي وكله كذب، وليس هناك لا إعجاز لغوي ولا علمي ولا تاريخي، لكي الناس تفهم بعد ذلك تفهم الحقيقة. لأنه الإنسان إن ثبت له مثلا جهلا أن مثلا هذا الكتاب فيه إعجاز علمي، يعني سوف يصدق حتى القبيح، يقول هذا القبيح ولكن هناك إعجاز علمي فيجب أن نتبع لأن هناك معجزة. لا، يجب أن نبين كل هذه الأمور. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لما ندعو؟ لأننا نعتقد أننا على حق. وثاني شيء، أنتم دينكم ليس أمر شخصي، أنتم تدعون الناس، أنتم تعرضونه كبضاعة، فمن حقنا أن نناقش هذه البضاعة. والأكثر يعني والأدهى الأمر أن هذه البضاعة تدعو إلى قتلنا. نحن لما نناقش مثلا يعني ابن تيمية، لما نناقش يعني حسن يعقوب، لما نناقش مثلا هؤلاء مثلا أو أبا إسحاق؟ لأن هؤلاء يقولون الناس اقتلوا المرتدين، قاتلوا الكفار، دمروهم، كذا ابن تيمية ما قال، وهكذا. فمن واجبنا العكس، نحن ندافع عن أنفسنا. وفينا الكثير ممن ترك يعني البلدان التي تطبق فيه الشريعة ويطبق فيه حد الردة. فلا أعلم يعني أنت تدعو إلى قتلي ولا أناقشك؟ يعني فهموني يا ناس، يا ناس فهموني، يعني أنا أدعو إلى قتلك وأعتقد أنك أقل مني وأعتقد أنك لا تستحق الحياة أصلا، وبعد ذلك تقولي لي ما تناقشني؟ وهذا أمر شخصي. أنا أستاذ ملحد، ما تقاطعني أرجوك، أنا ما قاطعتك، أنا ما قاطعتك، أنا أتكلم على فكرة أرجوكي ما تقاطعني، خليني أعتذر للناس لأن أنا في حاجات ما سمعتهاش. معليش جالي تليفون فما أعرفش أنت قلتوا إيه. معليش، المهم أنا كلامي موجه للناس. على فكرة نحن لا ننتقد الإسلام الجميل، الإسلام القرآني مثلا، والإسلام الذي يدعو إلى التعايش، نحن معه وندعمه وهذا ما نريده. الإسلام الشحروري، الإسلام يعني إسلام الناس طيبين. نحن نتكلم عما هو قبيح، عما هو شر، ويعني الأمر واضح. آخر نقطة لكي لا أطيل، سجلت عديد من النقاط اكتفوني بهذه النقطة. مثلا قالت لخط، دخلت إلى رومات وجدتهم يتكلمون عن المثلية، وأنا والله أرى أن المثلية يعني أشرف من أن يعني من البيدوفيليا وزواج الصغيرات وقتل المرتد. بصراحة أنا والله أرى أشرف، على الأقل المثلية تحدث بين شخصين راضيين راشدين، وهناك يعني برضا، يعني هناك البلوغ، والبلوغ يعني الجسدي والبلوغ العقلي والرضا. أين الإشكال؟ يعني ترفضين المثلية مثلا وتقبلين زواج الصغيرة مثلا، يتكلم عن إن كنت يعني ممن يقبلون. هي الصغيرة كانت تشتكيت لك يا أستاذ ملحد ولا إيه؟ مش شرط تشتكي لي، لا هذا أمر يتعلق به. لا أنا أتكلم عن الشر، وهو اشتكى لك المثلي مثلا، هو جاء لك. السيدة عائشة لحظة ما تقاطعني أرجوك، لحظة بس عشان لا معلش ما تقولش كلام غلط، ما تقاطعني أرجوك، أنا مش عارف أخش في المنطقة دي يا جماعة، معلش يا جماعة، خلاص أنا سوف أني. إذن يعني أنا أتكلم عن الذين يدافعون عن هذا الأمر، مش أنت، أنا أتكلم عن الذين يدعون إلى هذا في الإعلام، وهذا أمر قام به نبينا وأبعه العلماء، وهناك إجماع بأنه كذا. أنا ألا أرى على الأقل أن المثلية أفضل، وأكيد هي أفضل وأخلاقية، لا إشكال، بين شخصين راضيين عاقلين، بل هي أشرف من زواج الصغيرة مثل ما قلت الذي يدعون له. أو الرق يعني ترفضون مثلا، ما تقاطعين أرجوك، ما تقاطعين أرجوك، أنا ما تقاطعين هي أشرف لو سمحت، ما تقاطعين أشرف، هذا رأيي، هذا أشرف ورأيي، ما تقاطعين، ما تقاطعين، خليني أكمل. آخر نقطة، يعني أشرف، أعيدها، أشرف المثلية أشرف وأرقى من نكاح طفلة صغيرة لم تبلغ لا عقلا ولا جسدا، حتى وإن هناك يعني من ألف وبحديث يعني خلوني أكمل، ما تقطعني أرجوك، إن وجعك كلام. أتكلم عن من يؤمنون بهذا، أنا أتكلم عن من يؤمن بهذا، إن كنت أنت لا تؤمن بهذا فأنت حر، أنا أتكلم عن من يؤمن بهذا، بل هي أشرف. خلاص هذا رأيك أنت، هذا رأيك، اذهب لدواعش، قل انا اتكلم عن الفهم الذي يعتقدون هذا. ارجوك يا جماعه لا تقاطع. اخر نقطه يعني سوف اكملها، اريد ان اعيد كلامي لانه اعيدها للمره المليون، المثليه اشرف من نكاح طفله صغيره. اوكي بلاش يا استاذ ملحد، والله انت ما تعرفنيش، والله لو قطعتوني سوف اعيدها، والله لو قطعتوني سوف اعيد، اقسم بالله بإلهكم، بتقسم بالله ليه؟ مالكش انت، مالكش اله، مالك، ما تقسمش، اقسم بالهكم الذي هو مقدس عندي. لا ما تقسمش بالهنا، الهنا مش عايزك تقسم بيه على فكره، خلاص اقسم بالله، والله انا اله، انا اقسم بالكليماتيزور يعني بالبراد، لانه او بالمبرد، مكيف الهواء، اقسم بالمكيف الهواء الذي عندي، لانه اعظم من، لانه نفعني في الحرب. المهم اقسم بالمكيف ان المثل، خلوني اكمل ارجوك انا مسؤول عن كلامي، ارجوك عن المكيف يا اخي، أرجوك، أنا يعني أشرف من نكاح طفلة صغيرة لم تتجاوز، يعني لما أقول نكاح هنا بمعنى الوطء والدخول، لم تتجاوز 9 سنوات، وأشرف من نكاح أمة قتل زوجها وقتل أهلها، أشرف
والله اشرف والله لما يجوا يشتكوا لك يا استاذ ملحد بقول لي اشرف وافضل واحسن، خلاص الله اوكي يكرمك عشان اوكي واضح. خلاص لا معلش يا استاذ احمد، لا لحظه، لا هو هنديني وانا مش هسكت بعد اذن معلش. حضرتك. لا ما هو ماشي قاعد يقول اربع دينك في مرات زاويه صغيره، اشرف دينك في زاويه صغيره، لما دينك في يجي لك. زاويه، دينك طيب في هات زاويه لي بقى صغيره. الدليل، هات لي بقى في ولا الدليل ما كده. في؟ انت قلتي هنديني، دينك في زاويه صغيره ولا لا؟ انا هرد عليك اهو، هرد يا عم عليه. الدين في هات زواج لي دليل مش ان معتد القران بالسن، بيقول لك معتد او بالطاقة. الحديث بيقول لك ان احنا نتزوج طفله صغيره. يلا خلاص، اذا مش دينك متكلم عن يا دينك، سيدي هات. لا اذا لا مش ما دينك تتكلمش كلام مرسل معايا، انا ما حدش بيتكلم معايا كلام خلاص ماشي مرسل. خلاص، هات لي دليل من مفيش دليل، مفيش ما دليل في تفهم. القران والايه بتاعت ولا لم يحضن، دي حاجه لا خلاص طبعا، ولا خلاص لم يحيض، والاجماع الذي ذكره ابن حزم في مراتب الاجماع ونقله عن ابن المنذر هذا كذب، يعني هذا كذب. اذا ليس قول دينك، الاجماع، قول الاجماع، ما تقول الاجماع. اسمع خليني اقول شيء. اذا انت لا تعتقدين بهذا، اذا انت غير معنيه. لا انا بلاش تقعد تقول كلمه من الشرق والغرب والله. عشان توهم الناس ان انت هو بيتكلم عن فاهم في التانيين، الدين. الله يكرمك. بتكلم عن نور، التانيين. حتى لو انت مش مقتنعه بكده، ثواني يا اسامه، حتى لو انت مش مقتنعه بكده. استاذ احمد، انا طلبت تقدري طلب، تنكري ان طلبت تقدري طلب تنكري ان واحد، في هات مسلمين لي في مقتنعين القران بكده؟ او في السنه ان هم، معلش، هات لي في القران او في السنه حديث. تقدري تنكري ان في مسلمين مقتنعين بكده؟ مقتنعين بايه؟ بان في زواج للصغيره اللي لم تحض وبتاع، وتطيق الوطء وبتاع، وتحتمل الفحل زواج ولا والكلام ده. دخول؟ انا تنكري ان في حد من مقتنع الاخر بكده؟ تنكري ماليش ان في علاقه حد باللي مقتنع بكده؟ انا ليه دعوه لحظه، هو انا لما اجي اطبق حاجه غلط في ديني هل ده ينسب للاسلام ولا ينسب ينسب هو للنور؟ بيتكلم بقى عن الناس اللي فاهمين ان هو ده. لا هو قال ده دينك. لا معلش يا استاذ احمد، الله يكرمك، ركز. لا هو ماشي دينك. لا هو ملاش، انا قاعد وسامع. طب خلاص، وقال ده اشرف يعني من موضوع يعني ده اعتراف. يعني احنا دلوقتي هنتفق احنا الثلاثه ان في القران الكريم والاحاديث مفيش الكلام ده، كون بقى ان حد فهمه ده ماليش علاقه. صح؟ مش موجود اتفق معايا. دي بقى خناقتك انت وهم بقى، مش خناقتك انت مع اسامه. لا يبقى تقول الحق كله، ما ينفعش تقول خناقتي هم. انا سالتك سؤال، هل بما انك انت كنت دارس، هل في القران او في السنه الصحيحه اللي الاستاذ ده قاله؟ موجود. بس يعني خلاص إيه انت اللي مش موجود؟ مقتنعه بكده، انت لا مش مقتنعه بكده هات لي خلاص. اللي موجود. طيب هات لي اللي موجود. لا بقى يا ستي خلاص، لا بأس. هو في مسلمين مقتنعين بكده، ماليش ماشي. علاقه. هو انا بيتكلم هات لي عن اللي الناس دول، موجود. الناس اللي فهمت غلط دول، الناس اللي فهموا غلط، لا انت قلت موجود هم يا استاذ مقتنعين احمد. بكده، هو بيتكلم عليهم هم. طيب هات لي بقى ايه اللي موجود عندي يخلي مش الناس ده موضوع تفهم. الحلقه، مش ده موضوع. طب انتوا ليه دلوقتي لما بقول لكم الدليل ما بتجيبوش الدليل؟ سبحان الله يا ستي، هم هيجيبوا لك الدليل، هم يعني اكتبي انا عندي الادله، عندي ان ارادت الادله سوف اتيها بالادله ان اعطيتم. يعني السيده عائشه اسمعني السيده عائشه دخلت بدون بلوغ؟ اسمع اولا، ان اردت كلاما في هذا الامر، ان اعطاني الوقت الاستاذ احمد سامي، سوف اثبت، سوف اعطي، يعني سوف انقل لك الاجماع من اكثر من كتاب، وسوف أثبت لك أن السيدة عائشة لما دخل بها يعني كانت في سن 9 سنين، وسوف أثبت لك أن الشرط الوحيد. أنا قلت لك لا، خليني أكمل. أنا قلت لك هو أنت سجل. معلش أنت بتعمل والله له نقاش. أنا الشيء الوحيد الذي أصدق فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه لما قال يعني يا معشر انك يعني عن جزله يا معشر النساء تصدقنا فإني قد رأيت أكثر أهل النار، وبعد ذلك يقول يعني ما رأيت، يعني أنت تعلم الحديث ناقصة عقل ودين. يعني أنا أصدق في هذا الأمر أحيانا لما أسمع طبعا بعض الناس. دي أحيانا شخصية وأنا مصدقة بيها على فكرة. خليني أكمل، أستاذ ملحد، أنا لدي الأدلة. إن أردت هتتكلم على أدلة في القرآن والسنة، أهلا وسهلا. طبعا أدلة من القرآن، هتتكلم على كلام مرسل. خلاص أنا مش هطلب دليل واحد. اثبت إن السيدة عائشة دخلت قبل البلوغ، اتفضل. بس وأنا هسكت، عملت ميوت. خليني أكمل. أولاً أنا إن كان هناك وقت سوف أثبت، لأن القرآن والسنة، أنا أتكلم على فكرة هناك من القرآن. أستاذ ملحد، لا تقاطعني أرجوك. دليل، أنا سؤالي واضح. أستاذ أحمد، إن السيدة عائشة يا فندم، أنت دلوقتي قلت كلام قدام الناس، التزم بيه لو سمحت، ألزمك من لسانك. أنت قلت إن السيدة عائشة دخلت من غير ما تبلغ. لا ما قلت من غير ما تبلغ، قلت في سن 9 سنين. انا اعلم، انا لست جديد في هذه الحوارات على فكره. انا يعني لما كنت انت ممكن يعني بلغت. طيب وما بلغتش؟ طب ماشي، لا خليني اكمل، سوف تفهمين. ممكن افهم ايه؟ انا سالتك سؤال، بلغت ولا لا؟ ممكن بلغت ولا أكمل. لا يا فندم، يعني بلغت ولا لا؟ يا جماعه، في شخص ممكن يسكتها، هذه ممكن تمشي بطاقه شمسيه. خلاص يا جماعه، ممكن بس خليني اختم، بس خليني اسامه تكلمي الموضوع. يا استاذ احمد، ثانيه ممكن تكملي كلام بعد، خليني اكمل، يعني لانه لسانك مش قادره تحكمي فيه. لا هي خلاص انا متحكمه فيه، بس انا مش فاهمه الكلام غلط ليه.
اوكي اوكي توقف يعني كلام دعيني اجيب. انا مش هتوقف طالما بتتكلم كلام الصح. انا اسفه جدا نور لو سمحتي. بعدين ردي ما انت قلتي بلاوي سكتنا. خلاص وقفي يا استاذ احمد ما بقولش كلام غلط للناس من فضلك من فضلك. خليه يا ستي يقول ابن حقه يقول كلام غلط وبعدين يردي. خليني اقول بعدين انت ردي. وش بيك ذا الله تتعصبي انت يعيرني ان كان متزوج حليل زوجك والله. خليني حيقلب حيقلب جزائري ومحدش فينا هيفهم هو بيقول ايه. لا مش وبعدين انا مش بقلب يعني. وانا بصراحه ان كانت متزوجه اشفق على زوجها ارجو منها يعني ألا لا ما تشفقش. انا لسه ما اتجوزتش ما تقلقش اتفضل كمل. الحمد لله الحمد لله ما في خسائر. اشفق عليه ما في خسائر دلوقتي خلاص. اوكي اوكي انا ما اريد قولها. كلامي كلامي واضح ونحن نحفظ يعني ردودهم. نحن نقول ان العلماء لان القران يعني قد تقول ان فهمك خطا. انا قد يكون فهمي خطا. انا انقل لك اجماع الامه لمده 14 قرنا يقولون انهم لم يشترطوا البلوغ بل اشترطوا القدره على تحمل الوطء. ان اردت دليل سوف اعطيك دليل. لا يوجد ولا عالم من علماء اهل السنه والجماعه بل حتى شيعة قاطبه طوال 14 قرنا من اشترط يعني البلوغ. الشرط الوحيد هو يعني القدرة على تحمل الوطء. بل أزيدك من الشعر بيتا. بل قال الإمام أحمد وسوف أتيك بكل أدلة يعني هذا من رأسي فقط. وإن أردت الأدلة سوف أتيك الآن أتيك بها. قال الإمام أحمد يعني إن بلغ في يعني في المشهور من أقوالي عند 9 سنين تسلم له. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أعطيك أكثر من إجماع يثبت أن الزواج الصغيرة دون يعني دون البلوغ واللائي لم يحيضن. بمعنى دون البلوغ أنا أتكلم عن فهم أهل السنة والجماعة. هناك من يخالف. أتكلم عن فهم أهل السنة والجماعة وأهلي يعني وأهل والإمامية يعني يقولون بهذا الأمر. هذا عن الزواج. أما يعني وعم الدخول أو ما يسمى بالوطء فيكون بعد تحمل الوطء. هذا هم. إن أردت الأدلة سوف أعطيك الأدلة. إن أردت الآيات التي تثبت والأحاديث بفهم سلف الأمة وبفهم العلماء كابن حجر العسقلاني كالإمام النووي كالأرناؤوط مثلا كابن بطال أعطيك. إن أردت بتفسير الطبري والقرطبي أعطيك. إن قلت هؤلاء حمير ولا يفهمون فهذا ليس رأيي. أنا أرد على من يقول بأن هؤلاء على صواب هؤلاء يعني أعلم الأمة فالناس يتبعون هؤلاء ولا يتبعون كلامك. إذن إن أردت هنا سوف نعطيك الأدلة. أما أن تقولي لي أنت فهمت خطأ أنا لا أتكلم. أنا أنقل لك ما قاله أعلام هذه الأمة الذين يفهمون أفضل منك وأفضل مني شيعة وسنة. أنت أنهيت. شكرا شكرا عم ملحق. والله يعني الله يعني أجرى الحق على لسانك. سبحان الله أنت قلت في الآخر قلت سبحان الله قلت قالوا علماء الأمة وأجمعوا إن لازم ده مش شروط إن هي تكون قادرة على الوطء. قادرة على الوط. عارف يعني ايه قادرة على الوط؟ لا تحمل الوط يعني مش قادرة على الوط. تحمل الوط. والله العظيم ما موضوع الروم. طب معلش مش انت قلت لي ردي. انا هرد في دقيقة واحدة وخلاص تمام؟ في دقيقة واحدة والله العظيم وهسكت فعليا وهحترم ده. حضرتك قلت قادرة وده كم يعني قمة العدل. ليه بقى؟ لان ممكن تكون واحدة عندها 20 سنة ومش قادرة على الوط. ممكن تكون واحدة عندها 12 سنة مش قادرة على الوط او قادرة على الوط لان هي في بيئة معينة. جدي وجدتك وستي وستتك من زمان بقى وجدي والكلام ده كانوا ممكن يتزوجوا عندهم 12 سنة وكانوا بيعملوا أسرة وزي الفل جدا وما فيش أي إشكالية. دلوقتي في العصر بتاعنا ده ممكن لا. ممكن تكون واحدة عندها 25 سنة مش قادرة تتزوج دلوقتي أو ما عندهاش الطاقة أو الكيفية دي. إنما حضرتك ما خدتش بالك إن في شرائع أخرى بتقول لك إن البنت تنكح عندها 3 سنين. ده فين بقى الكلام ده؟ في التلمود. مالي أنا. يبقى الأولى يا فندم ما تجيش تناقش اللي بيقولك دي قادرة على الوقت. قادرة لحظة بس ممكن بس أكمل لو سمحتوا. قادرة على الوقت يا فندم يعني أنا الدكتور المتخصص معلش بس هقول حاجة وخلاص. الدكتور المتخصص والله يقولها أيوة دي تقدر أو ما تقدرش وإحنا سنة ده للعلم. لكن في عندك شريعة أخرى هي أولى بالهجوم لما تقولك إن الطفلة اللي عندها 3 سنين تتزوج أو ممكن يدخل بيها. مش عايزه اوضح طبعا في التلمود وانتم ممكن تراجعوا هذا الكلام ورايا. شكرا استاذ احمد واستاذ عماد. اختصار في تكرار. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. طبعا انا حزين جدا يكون هذا الكلام طالع من حدا سايكولوجيست حتى في الدعاء. اخ احمد مشي الدور وحدد المداخلات ما كنت حابب تحددها دقيقه واسف انه ضيعنا الوقت انا والدكتور اسامه. مش مشكله تعملوا كده ثاني بقى. استاذ ابن خلدون الحمد لله على السلامه. انا بس يعني ايه لديني وليه انت لديني؟ طيب اخيرا حد سال فعلا في عنوان الغرفه. يا نهار ابيض انت جاي في المكان المسلمين تقول لي انا عايز تعيش ما تعيش بره في البلاد بتاعتك اللي شبهك. لا لحظه انا انت بتتكلم على تعيش الواقعي ولا بتتكلم على تعيش ايه؟ انا بقول لك حد رد. هي حد رد هيتطبق على النت وكلاب هاوس. كلاب هاوس ايه؟ انا مالي انا بتكلم الناس اللي في كلاب هاوس دول هم اللي عايشين وسطينا على الارض ولا فاكره ان اللي موجودين عندنا في الروم دول روبوتات؟
هو دول اللي موجودين على الارض. انا لما اجي اكلم في العقيده اكلم حضرتك منه ليه؟ منه المذيع ومنه اللي شغال في وزاره ومنه الكاتب الصحفي ومنه كذا ومنه كذا، هيسمعوا ان في ناس عندها وجهات نظر اخرى. يبدو ان الفكر القديم العقيم ده ما بقاش نافع دلوقتي للتعايش. ربنا عز وجل من 1500 سنه اتكلم عليكم على فكره، يعني اصلا انا كمسلمه والناس اللي هو المدير والغفير والضابط وبتاع الجيش عارفين خالص ان في ملحدين، وعارفين ان في ربوبيين، وعارفين ان في لا ادري، احنا كلنا عارفين على فكره. يعني انت مش جاي تقول لنا معلومه جديده يا استاذ احمد، احنا فاهمين ده ومدركين. ما هي دي مشكله ان هو يعني لما اتكلم كان العلاج هو اللي وصلنا للي احنا فيه دلوقتي ده. فانا جاي اقول لك معلش، يعني لو